قالوا ليه فعلا ليه احنا محتاجين مدرب ولا لا، واحنا بنروح الجيم بالظبط. ناس بتسال عايز تعرف يختاروا الجيمات ازاي ونختار ازاي يعني. هي ده دي حقيقة. احنا عامه دايما احلى صباح طبعا لما بنشوفكم يعني، بس دايما بنكلمكم على ان انتوا موجودين في البيت وتمرنوا في البيت. في بعض الناس بيبقى عندهم المقدره ان هم يروحوا الجيم، طب لما نيجي نروح الجيم هنعرف نختار الجيمات بتاعتنا ازاي؟ هل اي جيم وخلاص؟ لا، بيبقى في اولويات يعني. رقم واحد بنشوف الجيم الاقرب للبيت. لو الاقرب للبيت دوت ما فيهوش الامكانيات والاجهزه اللي تساعدنا ان احنا نوصل للجول بتاعنا، يبقى مش مهم ان هو يكون اقرب، ممكن نروح واحد ابعد، بس يكون لينا تارجت. انا عايز مثلا اخس، فانا محتاج ان انا يكون في كلاسز مناسبه ليا، اللي هي التدريبات الجماعيه تبقى مناسبه ليا، الاجهزه تبقى الترتيب بتاعها يبقى فيه امان علشان ما يجيليش اي اصابات وانا بتمرن. اكيد. فالمدربين نفسهم يكونوا جاهزين دايما ان هم يساعدوني، فلازم نتشاك الحاجات ديت. طب بالنسبه كوتش حسام المدربين، لو انا عايزه يبقى في معايا مدرب برايفت بختاره على اساس فكره إيه؟ المدرب البرايفت يا فرح مش بس ان انا يكون حد موجود معايا بيديني تمرين. التمرين في ناس ممكن تجيبه من حتت كتيره جدا، بس هو بيعمل كاستمايز او تدريب برنامج معين للشخص ده. وكمان لازم احنا نتاكد ان الشخص اللي احنا بنتمرن معاه ده يبقى سيرتيفايد، معاه شهادات في التدريب. ممكن نشوف ليه قصص نجاح، ان هو في صور بتاعت حد بيفور وافتر، ده بيبقى بيفرق كتير في ان احنا يبقى عندنا الثقه في المدرب ده. انه احنا في الاخر نقدر نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. هو اصلا بيوصلنا للتارجت بتاعنا في وقت اقرب، وبيخف بيزود السيفتي عندنا في التدريب، وكمان بيدينا موتيفيشن. الحاجات ديت ممكن ما نقدرش نعملها لوحدنا. تمام. فانا اعتقد ان دي الحاجات ديت لو بدانا نفكر فيها واحنا بنختار الجيم او بنختار المدرب هتبقى سهل علينا ان احنا نوصل لاحسن نتيجه. اكيد اكيد. طيب.